وبالتالي طبعا النظره لكره القدم تحديدا طبعا غيرت اختلفت تماما. تمام. انت عندك مثلا بلد زي السعوديه، بلد زي قطر، بلد زي الامارات، طبعا يعني ده اللي بيحصل في السعوديه ده ياثر علينا كابتن رمضان؟ والله بص انا هقول لك حاجه، يعني هم طبعا يعني عندهم امكانيات رهيبه. أيوة. رهيبه، وبدليل التعاقدات الجديده اللي عاملينها دي، يعني ده انت دخلت في مليارات. أيوة. اليوروات او الدولارات يعني. أيوة. فلكن لا، انا في رايي يعني انا لما شفت الحقيقه النادي النصر، لما شفت مثلا الهلال، شفت في حاجه نجوم كبار جدا 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 ونجوم عالميين وكل حاجه، لكن لسه هياخدوا وقت. يعني مش هيطلعوا لك المتعه. خد بالك انت بتتكلم على بطوله طبعا لسه ما انتهتش النهارده، اعتقد في مواجهتين، واحده بينهم مواجهه افريقيه اسيويه بعد ما خرج كل الانديه الافريقيه. طبعا انت بتتكلم على خروج الوداد، بتتكلم على خروج الترجي، خروج الزمالك، خروج الاتحاد المنستيري، ما فاضلش غير الرجاء. رجاء كازابلانكا النهارده هيلعب النصر السعودي. هل دي دلاله انه الكفه ابتدت تميل يعني لصالح الكره الاسيويه ولا بالخطوه اللي السعوديه اخذتها ديت؟ ده انت، انا هقول لك حاجه يا احمد، انت هتوصل مثلا في خلال موسمين ثلاثه بالكتير. انا في رايي ان الدوري السعودي هيبقى من اقوى الدورات اللي موجوده في اوروبا، في العالم. يتساوى مع الدوريات الكبيره. انت ممكن تجيب ميسي، ممكن تجيب محمد صلاح، انت جبت اساسا خلاص، انت بتجيب بنزيما من ريال مدريد. يعني تخيل لما نجوم كبيره ونجوم يعني تقيله بتسيب انديتها طبعا وبتيجي. النهارده في كلام على فرانك كيسي نجم خط وسط برشلونه من برشلونه للاهلي، واجتاز خلاص الاختبار الطبي. ما انا بقول لك، وبالتالي يعني بتتكلم على هي الدنيا ماشيه. يعني هتلاقي مثلا في خلال موسم موسمين او بالكتير يعني. على مستوى كمان الميركاتو، على مستوى مواسم الانتقالات، وانت عارف انه برضو من حتى من قبل النقله دي ومن قبل الطفره دي يا كابتن رمضان، والانديه الخليجيه تحديدا عينها دايما على اللعيبه الافارقه اللي بتتالق في بطولات الافريقيه المختلفه، وبالتالي هتخش معاك في منافسه طبعا، وهتفرض طبعا عليك يعني سقف الارقام. يمكن انت قدراتك مهما كانت، والاهلي يمكن مش يكون هنقدر. اكبر الانديه الافريقيه من ناحيه الاقتصاديه يعني، من ناحيه الامكانيات الماديه، بعد شويه مش هتقدر. يعني في مشكله كبيره. ده خلي بالك، ده انا هقول لك حاجه، ده في قلق في الاتحاد الدولي. يعني الاتحاد الدولي بيحذر الانديه الدورات الاوروبيه. بيقول لهم ان انتوا كمان موسمين ثلاثه لو انتوا مشيتوا بالشكل دوت، الدوري السعودي هياخد كل النجوم اللي موجوده في العالم. يعني حتى الاتحاد الدولي في قلق ان يعني انت بتتكلم بقى الدورات تشد البساط من الدورات الاوروبيه الكبيره. خد بالك برضه مهما كان في دعم ومهما كان في انفاق، صعب انك، لانه هناك القصه غير. يعني الانديه هناك لما بتعتمد على مستثمرين، هم عارفين كويس جدا انه في النهاية في سيستم وفي منظومة. بطل أوروبا بياخد رقم، بطل إنجلترا بياخد رقم، بطل إسبانيا بياخد رقم، عندهم رعاة بيدفعوا بأرقام كبيرة جدا. فمهما كان حجم الإنفاق السعودي، خلينا نتفق ونكون صريحين، مش ممكن أبدا يبقى في مكاسب مالية تعوض حجم ما يتم إنفاقه. ممكن يكون في مكاسب فنية، ممكن يبقى في بروباجندا وتلميع للدوري السعودي، متفق، لكن يبقى في مردود مالي يعوض حجم الإنفاق ده للأندية السعودية، دي اشك فيها شويه. هو انت اوريدي اصلا يعني الدوري السعودي مش محتاج رعاه راعي. لا ده هم يعني البلد نفسها انا فاهم طبعا، ده توجه اكيد، توجه دوله طبعا، توجه دوله اكيد، توجه فبالتالي هم يعني ما حدش في الـ في في, الـ في الانديه الاوروبيه هيقدر ان هو يجاريهم. لان انت مش بتتكلم مثلا في راعي عنده مثلا مبلغ قد كده. بس هقول لك حاجه كابتن رمضان، انت ممكن تتعاقد مع اللعيبه بالارقام دي زي ما انت بتقول، وتفضل تعمل ده الموسم او اتنين، لكن طول ما فيش دخل او مردود مالي ما تقدرش تستمر. ده زي الدوري الانجليزي مثلا، 10 سنين بتشوف اهم نجوم العالم بيلعبوا في انجلترا وبياخدوا اعلى رواتب وبياخدوا ارقام فلكيه هناك، الرواتب بالاسبوع حضرتك عارف طبعا، طبعًا بال 50,000 وبال 60,000 السنين طبعًا. فعشان يبقى في استمراريه ونجاح مثلا زي الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني او حتى الدوري الالماني اللي مش قوي قوي ماليا، بس يعني قادر يستمر، وقادر على الاقل بايرن ودورتموند يبقوا موجودين، هتبقى صعبه شويه فكره الاستمراريه. هي الاستمراريه صعبه، بس في حاجه، لو البلد ابتدت تدعم باستمراريه برضك وحاجه تبقى مضمونه، ما
برضك هيبقى في مشكله، لان برضك نسبه المشاهده خلي بالك هتزيد على الدوري السعودي، لانك انت النهارده كل النجوم اللي راحت ديت والنجوم اللي هم بيفكروا كمان يجيبوهم